مشاهدينا رحبوا معي بالشاعر رقم 37 محمد السكران التميمي من السعودية. مساك الله بالخير يا محمد. مساك الله بالنور، هلا وسهلا، حياك الله. محمد، شو موضوع قصيدتك اليوم؟ والله موضوع قصيدتي عن الوحدة العربية. أتمنى لك التوفيق. الله يعطيك العافية، شكرا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع. يقول حتام: حتام والصبر الجميل حابي الحلم الكبير، سنين وذياب العروبة في المعاليق تعوي، خذني من الدنيا وحلق بي على جنحان طير، الآتي مبشر وحرف الضاد دافع معنوي، أنا طموح وكل يوم أشوف موسى بالنصير في شبيل يا يسكر بكاس الانتصار ويرتوي، واليا تأملت خذني من الدنيا وحلق بي على جنحان طير، الآتي مبشر وحرف الضاد دافع معنوي، أنا طموح وكل يوم أشوف موسى بالنصير في شبيل يا يسكر بكاس الانتصار ويرتوي، واليا تأملت الخريطة والخريطة تستدير، سمعت دبك خيول جيش المسلمين النخبوي، ولا تأملت الخريطة والخريطة تستدير، سمعت دبك خيول جيش المسلمين النخبوي، أولئك آبائي فعطني مثلهم لو فيك خير، سئمت جلد الذات وذعان الضعيف للقوي، الوحدة سلاح النجاة وباب تحديد المصير، قدام تذهب ريحنا لقمه بفمه المهتوي، الوحدة سلاح النجاة وباب تحديد المصير، قدام تذهب ريحنا لقمه بفمه المهتوي، بنلتقي مثل التقاء الدمع في عين الغرير، وبنجتمع مثل اجتماع السيل في بطن محوي، بنلتقي مثل التقاء الدمع في جفن الغرير، وبنجتمع مثل اجتماع السيل في بطن محوي، لو همشونا ودفنوا تاريخنا في وسط بير، حنا بذور كل ما تدفن تطول وتستوي، لو همشونا ودفنوا تاريخنا في وسط بير، حنا بذور كل ما تدفن تطول وتستوي، من الخليج من الخليج اللي المحيط الأطلسي ما شوفه غير الحالمين بكسرة الفوضى وطرد الفوضوي، في حينها حتى البنات اللي ضفايرهن حرير تطوي ما بين أحشائها جميل أبو حير الطوي، في حينها حتى البنات اللي ضفايرهن حرير تطوي ما بين أحشائها جميل أبو حير الطوي، من منبر الهجرة دواف اسماعنا صوت الضمير، النول الصحة الخطا والناخر الطب الكوي، سلامتكم.